السلام عليكم. في سياق تمكين الحكومة من ممارسة مهامها، تأتي توجيهات صادرة عن وزير الداخلية أحمد الميسري للوحدات الأمنية لعدم التعامل المباشر مع قيادة تحالف دعم الشرعية. الميسري طالب أيضاً من قيادات التحالف عدم التعامل مع القيادات الأمنية، وإنما يكون التعامل مع وزارة الداخلية فقط، ووزارة الداخلية ستتعامل مع كافة الوحدات الأمنية. محاولة الوزير الميسري للوصول لآلية في التعامل مع الملف الأمني يضع الكثير من الأسئلة عن مدى الشلل الذي أصاب أجهزة الشرعية بسبب تدخلات قيادات التحالف بعدن. فهل ينجح الميسري في السيطرة على مؤسساته الأمنية وإدارته وفق البروتوكولات الرسمية ويقود مشروع استقلال قرار الحكومة، وتتحمل الدولة مسؤوليتها في المناطق المحررة؟ ويقتصر دعم التحالف على الإشراف والدعم اللوجستي بحيث يتاح للحكومة تدبير شؤونها وتعزيز قدراتها على الأرض وتمكينها من أداء أكثر فعالية في مواجهة العثرات التي تحيط بها، وعلى رأسها تأمين عدن وتحرير بقية المحافظات. بالمقابل، ما هو موقف التحالف من هذه الإجراءات؟ هل سيستجيب لاستقلال القرار الأمني؟ وأين موقع الحزام الأمني وقوات النخبة من هذا التوجيه؟ هذا ما سنناقشه مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من المساء اليمني، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. في خطوة غير مسبوقة، وزير الداخلية أحمد الميسري يصدر تعميما يوجه به كافة الوحدات الأمنية وقيادة وزارة الداخلية وفروع الأمن في المحافظات. التوجيه يقضي بعدم التعامل المباشر مع قيادة قوات التحالف العربي إلا عبر وزارة الداخلية. قبل هذا التوجيه كان الميسري قد طالب قيادة قوات التحالف العربي بوقف التعامل مع القيادات الأمنية بصورة فردية، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لتحمل مسؤولياتها الأمنية. إجراء عده الكثيرون خطوة شجاعة تمهد لانتزاع سلطة القرار من يد التحالف في المناطق المحررة، بما يكفل إعادة فرض الشرعية سيطرتها مجددا. غير أن شكوكا تبرز جراء هذا الموقف حيال ردود فعل التحالف، خصوصا موقف الإمارات التي تسيطر على المحافظات الجنوبية عبر ما يسمى بالحزام الأمني وقوات النخبة. عدن ومنذ تحريرها من ميليشيا الحوثي شهدت اضطرابا أمنيا وإداريا على خلفية سيطرة التحالف العربي على سلطة القرار في المناطق المحررة ودعمها لقوات لا تخضع لسلطة الشرعية. كان قد سبق ذلك موجة احتجاجات رسمية وشعبية إزاء موقف الإمارات في عدن، والذي يتعارض مع أهداف التحالف المعلن عنها. فموقف الميسري جاء بعد مواقف مماثلة لمسؤولين في حكومة هادي، أبرزهم عبد العزيز جباري وزير الخدمة المدنية ومحافظ تعز علي المعمري ووزير النقل صالح الجبواني، وأخيرا وزير الدولة صلاح الصيادي. يترقب اليمنيون موقف التحالف وقبل ذلك موقف الحكومة الشرعية نفسها من الميسري، خصوصا أنه بات من الواضح أن كل من يقف في وجه الإمارات من حكومة الشرعية سرعان ما يتم تغييبه عن المشهد تماما. حالات الانقطاع المجنونة دي. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية صلاح السقلدي الصحفي من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء الخير، ومساء الخير سادة المشاهدين جميعا، ونعزي أسر الشهداء من الجنود والمواطنين الذين سقطوا اليوم جراء العمل الإرهابي الذي استهدفهم في عدن. رحمة الله عليهم أستاذ صلاح، ونحن بدورنا نعزي أهاليهم ونعزي جميع أهالي هؤلاء الذين فقدوا اليوم وأيضا في التفجيرات الإرهابية السابقة. أستاذ صلاح، تابعنا اليوم المذكرة التي رفعها وزير الداخلية لقيادة التحالف في عدن وكذلك للوحدات التابعة له بعدم أو تطلب من التحالف عدم التعامل المباشر مع هذه الوحدات أو الأجهزة الأمنية، وإنما عبر التنسيق مع وزارة الداخلية وهي ستعكس ذلك على أجهزتها الأمنية، وطالبت أيضا من الأجهزة الأمنية الكف عن التعامل مباشرة مع قيادة التحالف. هل ترى أن هذه الخطوة ستكون للأفضل؟ مبدئيا هي خطوة جيدة وخطوة جذابة إذا استهدفت فعلا توحيد العمل الأمني داخل عدن تحديد وداخل الجنوب عموما في ظل هذا التعدل وهذا
التنوع الكثيف بالأجهزة الأمنية، وخصوصا أن الجنوب عادة يمر بعدد من المشاريع السياسية التي تصطدم مع بعضها البعض، ولكن بشرط أن يكون هذا القرار لا يخفي خلفه استهدافا سياسيا للقوى الجنوبية والقضية الجنوبية عموما ومجلس الانتقال الجنوبي ومجالس الحراك الجنوبي بشكل عام. إن خلى هذا القرار من أي حسابات سياسية وحصر نفسه في الجانب الأمني بحت، فنعتقد بأنه سيكون له انعكاسات جيدة، خصوصا أن الأوضاع الأمنية تشهد كثير من الاضطرابات بالآونة الأخيرة. نعم، كيف تفسر هذه الاضطرابات رغم أن الملف الأمني بيد الإمارات في عدن بشكل كلي، ومع ذلك الوضع غير مستتب؟ كل يوم هناك مدنيين يعني يذهبون ضحايا لتفجيرات إرهابية أو يتم اغتيالهم، يعني ما هو تفسيرك لهذا الأمر؟ عم ربما يكون الملف الأمني بيد الإمارات من خلال الحزام الأمني ومن خلال النخب الأمنية في المحافظات الأخرى، ولكن الموضوع السياسي ليس في يد الإمارات على الأرض، يعني في الجنوب، فهناك عدد من المشاريع السياسية تنازع مستقبل الجنوب، هذه حقيقة موجودة. فبالتالي إن كان هذا التدهور الأمني الحاصل والاضطراب الأمني هو انعكاس أساسا لتعدد المشاريع السياسية الموجودة في الجنوب، فالجنوب هناك عدة مشاريع تتنازع، هناك مشاريع الحزب الإصلاح، هناك مشاريع جنوبية، هناك مشاريع ومصالح القوى الإقليمية، وبالتالي إن كان الإمارات هي المتسيدة أمنياً فليست هي المتسيدة سياسياً داخل الجنوب. وما قيل عن هذه المذكرة التي نتمنى أن يوفق فيها الأخ الوزير، ولكن في تقديري أن الحديث عن التحرر الأمني كما أشيع مؤخرا أن هذه خطوة تستهدف التحرر الأمني، التحرر القرار الأمني اليمني والشرعية تحديدا، ففي تقديري أن لا يمكن الحديث عن تحرر أمني بمعزل عن التحرر السياسي، الإرادة السياسية اليمنية مفقودة تماما طالما بقي هناك الاقتصاد والجانب المالي مرهون بقوى أخرى. فأنا أستغرب أن يتم الحديث عن تحرر أمني في ظل غياب تحرر سياسي وتحرر اقتصادي. ربما تكون هذه خطوة القوى اسمحي الشرعية أو قوى الشرعية، قوى الشرعية وحزب الإصلاح وعدد من المكونات داخل الشرعية يتحدثون عن ضرورة التحرر الأمني من الهيمنة الأمنية للإمارات، ولكن هل عند هذه السلطة استعداد لأن تحرر نفسها من الأموال التي تستلمها ويستلمها وزراءها ويستلمها قياداتها ومسؤوليها من الجهة التي تحدث أنها ستتحرر منهم؟ لا أعتقد بأنه هناك لدى أحد الحق بأن يتحدث عن تحرر أمني في ظل أنه لا زال رهينة لتلك الجهة ولا زال رهينة ماليا واقتصاديا وسياسيا. نعم، ألا تجد أستاذ صلاح يعني أن المسألة هي ربما تخفف من يعني العديد من الصراعات المسلحة بالذات، يعني كل جهة ولديها مجاميع مسلحة الآن تنضوي جميعها تحت اسم واحد، إن كانت شرعية فهي ستنضم لأجهزة الأمن في الداخل، وإن كانت مجرد عصابات ستنتهي لأنها لا تتبع أحد، خاصة يعني أن هذه المسألة أستاذ صلاح يعني ليست هو تحرر بالمعنى الكامل، يعني هو الطلب من التحالف أن يتم التنسيق مباشرة عبر وزارة الداخلية، يعني سيظل التحالف يعني راعيا للمسألة ولو عن بعد. جميل جدا، انا اتحدث عن اذا كانت هذه الخطوه ستؤدي الى انهاء هذا التعدد بالاجهزه الامنيه وسينعكس هذا ايجابا، فكل الجميع سيصطف مع هذه الخطوه، لان الجميع يجب ان يصطفوا خلف المؤسسه الامنيه بمختلف تعدداتها وان حصلت تعدداتنا، فالاستهداف الارهابي يطال الجميع، والعمليات الارهابيه التي طالت مؤخرا اجهزه امنيه، أجهزة أمنية تقول عنها الشرعية أو أجزاء من الشرعية والإصلاح يقول عنها بأنها ميليشيات، فهذه المؤسسات الأمنية من الحزام الأمني ومن المؤسسات الأمنية التي يقودها مدير أمن عدن تعرضت وتتعرض بالآونة الأخيرة لاستهدافات كثيرة من قبل الجماعات الإرهابية، وهذا دليل واضح بأن هذه الأجهزة تقوم بمهام ناجحة وخطوات إيجابية على الأرض عكس هذا من ردود الفعل التي قامت بها هذه الجماعات
الاصابات، وخصوصا بالعمليات الاخيره التي جرت في حضرموت وفي شبوه ومؤخرا في ابين، واستهدفت كثير من نقاط الجماعات الارهابيه المتطرفه هناك. وبالتالي يكون ضروري ومن اللازم علينا ان نصطف خلف هذه المؤسسات وخلف هذه الاجهزه، حتى وان كان هناك لنا مآخذا عليها بانها لا تتبع جهات رسميه، مع انها فعلا تتبع جهات رسمية للدولة. والدليل على ذلك بأن كثير من قيادات هذا النخبة وهذه الحزام الأمني صدر بها قرارات جمهورية بقرارات تعيين وقرارات ترقية، هذا أولا. ثانيا، عندما يصدر اليوم قرار أو بيان من وزارة الداخلية نعم، لكن أستاذ عن أن الحزام الأمني ورجال الأمن تعرضوا لعمل إرهابي، فهذا معناته يدل بالضرورة على أن هذه المؤسسات رسمية وملحقة بالدولة. نعم، هناك تقارير دولية تشير أن الحزام الأمني يعني أجهزة تؤدي إلى تقويض الدولة في عدن برعاية الإمارات، يعني هذا ليس حديثا من الداخل أو حديث أحد يعني على الضد من الحزام الأمني. استمع لرأيك، ولكن اسمح لي أن ينضم معنا العميد عبد القوي باعش، مدير التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية من عدن. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور. سيادة العميد، يعني لماذا أصدر وزير الداخلية أحمد الميسري هذه المذكرة، وما توقعكم لمدى استجابتها من قبل قوات التحالف؟ أولا أهلا وسهلا، ونترحم على يعني الشهداء العملية الإرهابية التي حصلت اليوم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ويعني الإرهاب عافى وسنحاربها كلنا جميعا. بالنسبة يعني ما ذكرتي، طبعا المعالي يعني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية هو يعني من خلال هذا الموضوع يريد يوضح للأخوة في التحالف العربي أنه هناك مؤسسة أمنية ممثلة بوزارة الداخلية، وهي جاهزة وعلى كافة الأصعدة لتحمل المسؤولية يعني في حفظ الامن والاستقرار والقيام بواجبها المناضبها في جميع المحافظات، ولا يعني داعي للتعامل مع يعني عناصر او افراد او جماعات يعني خارج اطار المؤسسه الامنيه ممثله بوزاره الداخليه. جميل، ما مدى استجابه قوات التحالف لمثل هذا الطلب سياده العميد؟ والله بالنسبة للأخوة في التحالف لازم يستجيبوا لهذا الندى وهذا التوجيه، لأنه هناك يعني ضرورة ملحة يعني للتعامل مع مؤسسة أمنية ممثلة بوزارة الداخلية، وخصوصا أن الأخ معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وضح لهم في طي ما أرسل إليهم يعني عن المرحلة السابقة التي يعني كانوا يعني هناك في عذر يعني ممكن يكون ايجابي في التعامل مع بعض الاجهزه الامنيه نتيجه الوضع الذي كان يعني سائد بعد التحرير، يعني تحرير العاصمه والمحافظات المجاوره. لكن الان الوضع اختلف، وزاره الداخليه جاهزه ويعني كل اجهزتها وكل فروعها يعني مفعله وجاهزه، وهي يعني قادره على حفظ الامن والاستقرار في العاصمه والمحافظات الاخرى، وبالتالي لا حاجه للتعامل خارج اطار المؤسسات الا اذا كان هناك في تقويض لهذه المؤسسات. نعم، إذا سيادة العميد، يعني ربما الأجهزة الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية بطبيعة الحال ستستجيب لهذا التوجيه، ولكن ماذا عن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة في حضرموت والنخبة الشبوانية؟ هل تتوقعون استجابة منهم لهذا التوجيه؟ نحن لا نخاطب حزام أو نخاطب نخبة أو نخاطب، نحن نخاطب الأخوة الشركاءنا في التحالف العربي في دعم الشرعية يعني ويعني لمحاربة المد الفارسي الإيراني في اليمن، وبالتالي لا نخاطب نحن يعني حزام أمني أو نخبة أو غيرها، نحن نخاطب التحالف العربي، وبالتالي التحالف العربي ينبغي ان يتعامل مع مؤسسات الشرعيه لانها هو اساس العوده الشرعيه عباره عن مؤسسات. نعم،
سيادة العميد، الانفلات الأمني الحاصل في عدن، حوادث قتل واغتيالات في المدينة وتفجيرات هنا وهناك، هل تعتقد أن هذا بسبب الازدواج الأمني وعدم القضاء، يعني هو سبب عدم القضاء على هذا الانفلات؟ طبيعه اي بلد الارهاب موجود في امريكا، حتى في دول متقدمه ودول عندها امكانيات غير عاديه، ولكن الوضع مش بهذا يعني الحجم. هو اساسا اي وحدات امنيه او عسكريه، يعني لا يكون هناك عمليات مشتركه، ولا يكون هناك يعني تبادل للمعلومه، ولا يكون هناك يعني توحيد للعمل الامني والمجهود الامني، شيء طبيعي ان يحصل مثل ما يحصل يعني عندنا في العاصمه عدن او في مناطق اخرى. نعم، اذا شكرا جزيلا لك العميد عبد القوي باعش، مدير التوجيه المعنوي بوزاره الداخليه، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. اعود اليك استاذ صلاح. استاذ صلاح، يعني كنت سالتك قبل مداخله العميد عبد القوي حول الحزام الامني، يعني انت تحدثت عنه وقلت بأنه يؤدي دور جيد في المحافظة، ولكن يعني أشير له بوضوح وأشير لدولة الإمارات بأنها تدعمه وبأن وجوده هو يعيق عمل الدولة في عدن من تقارير دولية. طبعا عارف، أنت تشير إلى تقرير الخبراء الدوليين الذي صدر مؤخرا في مجلس الأمن، ولكن التقرير كان شمولي كامل يعني، ولا نأخذ منه الجزئية هذه لأنه أخذ الموضوع بشكل متكامل بعدة نقاط، وأشار إلى أن هناك ميليشيات في الجنوب وميليشيات في الشمال، وفي جماعات إرهابية موجودة في الجنوب يتم محاربتها من وسماها بالاسم، يعني سمى أن هناك أجهزة أمنية تحاربها محاربها جادة، وأشار إلى النخبة والحزام الأمني، وبالتالي فإن كانت هناك مآخذ على هذه الأجهزة تظل موجودة، ولكن هذا لا يعفينا من أن نوقف خلف هذه الأجهزة، وفي نفس الوقت نعمل في مسار على توحيد هذه الأجهزة وضمها في مؤسسة أمنية رسمية. نعم، يعني ربما مدى استجابتهم لهذا، نعم ربما مدى استجابتهم لقرار وزير الداخلية يعني سيوضح يعني مدى انتمائهم ل يعني امن الدوله، وانهم يريدون فعلا استتباب الامن واضح في المدينه. واضح واضح نعم واضح، من السابق الاوان ان نسجل هل هناك قبول ام رفض، ولكن وحتى من السابق الاوان ان نشير الى موقف التحالف في هذا، ولكن نعم. هذا يعتمد على المستوى الذي ممكن ان يصليه امر الاخ الوزير، هل سيحيد التحالف كاملا عن وسيعمل على رفع يد التحالف كاملا عن هذه لا الأجهزة. كانت رسالته للتحالف واضحه. نعم رسالته للتحالف واضحه، يعني اي تنسيق او اي شيء يتم عبر وزاره الداخل، يعني لم يقل لهم كفوا ايديكم تماما، يعني ولكنه طلب ان اي اوامر او اي تنسيقات تتم عبر الوزاره. نعم، وهذا مستحيل، يعني انا ارى على الاقل في الوقت الراهن ان الامارات تقبل بهذا، فالامارات لم تاتي هنا لتثبت دوله، يجب ان لماذا لم تقبل الامارات، يعني ما الذي يعنيها في عدن؟ اسمحي لي تفضل. انا لا اقول ان هو لا تريد ان تثبت دوله ومؤسسات امنيه الا بالتوازي مع مصالحها، هذا حقيقه، وبالتالي لا ارى بانها ستقبل بسهوله ان تنتزع انيابها ومخالبها بهذه الطريقه وبهذا الشكل، لأن الوضع في عدن وفي الجنوب لم يستطب بعد، وبالتالي لا يمكن لا الإمارات ولا السعودية أن تتخلى عن قوى هي بذلت كثير من الأموال ومن التضحيات ومن الضحايا حتى ومن الدماء. ما هي مصالح الإمارات في عدن؟ يعني لماذا تتمسك بها بهذا الشكل ولما ضحت لأجلها؟ يعني لا توجد اي دوله عبر التاريخ ان تقوم بتدخل عسكري الا لمصالحها، هذا حقيقه يجب ان نستوعبها جيدا، والامارات واحده من هذه الحالات، والسعوديه والتحالف كاملا، فعلا هناك مصالح، ولا اقول ان المصالح يجب ان
تأخذ بعنوة عننا أو تنازل عن كرامتنا وعن ثرواتنا وعن طاقاتنا على الإطلاق، ولكن يجب أن يكون هذا في حدود. ألا يحدث ذلك حتى الآن؟ منطقة المصلحة المشتركة. ألا تجد أنه حدث ذلك، يعني أنه تم التنازل فعليا عن الأرض والميناء وسقطرى وما حدث من اختلالات كبيرة يعني داخل عدن، يعني أمور مؤسفة نتحدث عنها ومع ذلك عندما نتكلم اسمحي لي عندما نتكلم عندما نتكلم عن تنازل فعندما نتكلم عن تنازل فمعناته أن هناك جهة كانت تملك شيء وتنازلت عنه، وهذا ما ليس موجود في الجنوب، ليس موجود في الجنوب سلطة ولا حتى في المجلس الانتقالي ولا غيره موجودة سلطة نتحدث على أنها تنازلت الإمارات. فكل ما هو موجود أنه هناك فرض أمر واقع فرضته الحرب وفرضته العاصمة وفرضته الإمارات، قبلنا بها أو لم نقبلها فهي أخذت الأرض وهي متصرفة به، ولكن هل تم هذا بإرادتنا أو غير إرادتنا، هل هذا سيصب في مصالحنا أو غير مصالحنا، هذا ما يجب أن نفكر به في الوقت الحالي. وأرى هكذا يعني أن التعامل مع الإمارات كأمر واقع يجب أن يتعامل معه، ومن النافذة الأمنية هو ما سيمكننا بأن نستوعب ونأخذ مصالحنا ونعيد إرادتنا السياسية وإرادتنا الوطنية على الأرض. من غير الجانب الأمني ومن غير البوابة ومن غير النافذة الأمنية لا يمكن الحديث عن أي مستقبل لا للجنوب ولا للشمال على الإطلاق. صحيح صحيح. إذن يعني برأيك ما مدى جهوزية وزارة الداخلية للحفاظ على أمن عدن والسيطرة على الوضع بشكل يعني أكبر مما هو عليه الآن؟ المذكرة التي رفعها الأخ الوزير للتحالف وأشار فيها بأنه قبل شهر تقريبا أحاط التحالف علما بأنه عن جهوزيته للمسك الملف الأمني داخل عدن وداخل الجنوب باستغناء شبه أو شبه استغناء عن التحالف، ولكن خلال شهر لم نلحظ أي خطوات على الأرض، لا هناك تجهيزات في شرط المحافظات ولا هناك في دوائر وزارة الداخلية أي خطوات تثبت بأن هل لدى الميسري الاستعداد بأن يضحي بمئات الملايين التي يلتهمها الفساد داخل وزارته وتعويضها لهذه الأجهزة، واسمحي لي هل سيضحي بهذه الملايين مقابل الأموال والإمكانيات التي توفرها الإمارات؟ لأنه عندما لا توفر هذه عن الإمارات أن تساعدها فهي مؤكد أنها ستمنع عنك الدعم المادي والمالي، فهل لديك القدرة أن تغطي هذا؟ فإن كان لديك القدرة نتمنى هذا. اسمح لي، يعني هذه الأموال التي تصرف على حزام أمني وعلى نخبة هنا وهناك، لما لا تصرف على وزارة الداخلية ويتم تأهيل عناصر في وزارة الداخلية وتأهيل مراكز الشرطة وتتبع المسألة مركز أمني يتبع لوزارة الداخلية للحفاظ على شكل الدولة داخل المدينة؟ لما أفرغ يعني جماعات مسلحة هنا وهناك وأشتت الجهود؟ نعم، مرة ثانية نرجع ونقول بأن المشاريع السياسية هي التي عكست هذا الوضع تماما، فالحسابات السياسية وأوجدت نوع من عدم الثقة بين كثير من القوى من هناك في القوى الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي والأجهزة الأمنية القريبة منها مثل النخب والحزام الأمني، هي لا تريد أن بالأخير أن تنخرط في وسط الشرعية، هي لا زالت تتوعدها بأنها ستسلمها ستضع الساطور على رقبتها وبأنها ستنفذ مشروع سياسي خارج عن إرادة القوى والشعب في الجنوب، وبالتالي لابد من هذا هو اللي حاصل، يعني لا بد من وجود يعني هذا عمل الثقة معدوم على الإطلاق من خلال من مستوحى من غياب الرؤية والتسوية السياسية الغايبة حتى الآن. فهناك مشاريع سياسية تلوح تماما بأنها ستفرض على الجنوب عنوة ورغما عن الإرادة الجنوبية، فكيف تريد من هذه القوى الجنوبية ومن المجلس الانتقالي ومن مجالس الحراك الجنوبي أن يتنازلوا عن قوتهم وأوراقهم الأمنية والعسكرية والجماهيرية داخل الجنوب في ظل غياب تسوية وغياب مشروع سياسي واضح وغياب حل عالي للقضية الجنوبية؟
نعم، لكن أستاذ أنت تتحدث يعني عن قوة أمنية هي مدعومة من الخارج، تتحدث عن سلطات يعني ممكنة لهم، ولكن بالقوة أيضا. الجميع يا عزيزتي، الجميع مدعوم من الخارج. أعطيني مكون واحد أو فصيل واحد ليس مدعوم من الخارج. الرئاسة مدعومة من الخارج، الحكومة تستلم مرتباتها من الخارج، الوزراء يقبعون هناك في الفنادق وعلى عتبات. نعم، ولكن تحت مظلة واحدة. أنا أتفق معك في هذه النقطة أستاذ صلاح، لا أخالفك فيها. نعم، ولكن على الأقل نعم أتفق معك أستاذ صلاح، يعني أعلم أن الجميع يستلم من الخارج، ولكن على الأقل تحت مظلة واحدة اسمها التحالف، تحت رعاية واحدة اسمها التحالف، لا دولة من التحالف ترعى، ونجد أنها اختلفت تماما أو شقت الصف بأجندة مختلفة تماما عن الأجندة المرسومة للتحالف. دعني أسألك أستاذ صلاح، يعني مؤخرا رفع مجموعة من وزراء هادي أصواتهم عاليا، يعني رغم الصمت الشديد طول الفترة السابقة عما يحدث في عدن، يعني أمام القيود الإماراتية على الحكومة، هل تتوقع أن تكون رسالة الميسري ضمن هذا التوجه التحرري من عراقيل التحالف باتجاه استقلالية قرار الحكومة؟ الحديث عن الاستقلال وأن الهيمنة الإماراتية كأجتزاء عن التحرر من التحالف كله، فهو أنا في تقديري بأنه استهداف للجنوب والجنوبية تحديدا، كون الإمارات هي حتى الآن هي القوة الإقليمية القريبة من المشروع الجنوبي. والحديث عن تدخل الإماراتي، عن احتلال الإماراتي، لم أتحدث عن تدخل الإمارات فقط أستاذ صلاح، اسمح لي أوضح لك. يا سيدتي يعني أنت تجيب في سياق آخر تماما، وهو طالب من اسمحي لي لو سمحتي من يتحدث عن هذا الأمر وهو طالب بتطبيق البند السابع على أرضه، وهو طالب بتدخل أجنبي وتدخل إقليمي على أرضه. حتى تجيبني بطريقة صحيحة اسمح لي أوضح لك. جزء من احتلال ويسيب الاحتلال. أنا لا أتحدث عن الإمارات فقط، تحدثت عن استقلال قرار الحكومة من التحالف بشكل عام. هناك من تحدث عن أن الرئيس يعني محتجز في السعودية، هناك من تحدث عن أنه لا يستطيع التحرك وأداء مهامه بشكل صحيح في إطار مهامه كوزير، هناك من تحدث عن أشياء كثيرة تتم يعني تحت مظلة التحالف، لما تحدث فقط عن الإمارات، يعني حتى هببت هذه الهبة. أنا لا أتحدث عن مشروع جنوبي، أنا أتحدث عن استقلال القرار الحكومي بشكل عام. إذن متفقون بأن الإرادة اليمنية كاملا مسلوبة على الإطلاق. نعم. وبالتالي من يريد أن يتحرر أمنيا عليه أن يتحرر سياسيا، ومن يريد أن يتحرر سياسيا عليه أن يتحرر أولا، يحرر يده من جيوب الآخرين أولا، وهذا على طريق التحرر واستعادة الإرادة السياسية والقرار. نعم. والكرامة الجميع أولا. نعم، إذن ربما اتفقنا في النقطة الأخيرة أستاذ صلاح، فعلا يعني من يريد أن يتحرر أمنيا عليه أن يتحرر سياسيا. شكرا جزيلا لك صلاح الصقلدي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. ومشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونحن في هذه الحلقة نتحدث حول يعني توجيهات الميسري والأحداث التي ستترتب على ذلك الخطاب. ماذا يعني سيشكل الأمر بعد خطاب الميسري للتحالف بأن يتم التنسيق بين وزارة الداخلية وبين الأجهزة الأمنية عبر وزارة الداخلية؟ إذن ينضم معنا الأستاذ مختار الرحبي، مستشار وزارة الإعلام من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. أستاذ مختار، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ مختار، كيف تابعت المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية أحمد الميسري للتحالف وللأجهزة الأمنية كذلك؟ طبعا هذه المذكرة تأتي في إطار عمل وزارة الداخلية التي هي المخولة دستوريا بمسألة ضبط الأمن والاستقرار داخل المناطق المحررة،
بالتالي يأتي هذا الإطار في أو هذه الخطاب في إطار التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وبين قيادة التحالف العربي. نعم، يعني ما مدى برأيك يعني استجابة قوات التحالف لمثل هذا الطلب؟ أنا أعتقد أن التحالف سوف يستجيب لهذا الطلب، كون التحالف بالأساس جاء لرفض الحكومة ومساعدة الحكومة من أجل إعادة الشرعية وإعادة مؤسسات الدولة. بالتالي أنا أعتقد أن استجابة التحالف العربي سوف يتم في إطار التعاون المشترك بين الحكومة وبين التحالف العربي. نعم، لكن هل تتوقع أن الإمارات ستسحب قواتها بهذه البساطة؟ لم يطلب الوزير سحب الإمارات لقواتها، إنما طلب من الأجهزة الأمنية في عدن وكذلك المحافظات الأخرى أن يتم التنسيق أولا مع وزارة الداخلية وقيادة وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية هي التي تتخاطب مع قيادة التحالف العربي في حال كان هناك. نعم، هل سيتم القبول بذلك يعني بعد أن تكون سلطة منفصلة لك يعني حرية القرار أن تنضوي تحت وزارة الداخلية، هل سيتم القبول بذلك؟ طبعا هذا ما ستكشفه الأيام القادمة، إذا كان سوف تستجيب القوات المتواجدة في هذه المناطق أو أيضا بعض المحسوبين على سواء على دولة الإمارات أو غيرها، هل سيتم الاستجابة أم لا؟ هذا طبعا ما ستكشفه الأيام القادمة، لأن التوجيه صدر اليوم ولم لا توجد هناك أي يعني إشكالية أو أي شيء حصل حتى اليوم بالإمكان أن نقول أنه تم رفض الطلب أو تم القبول، لكن الأيام القادمة ستكشف. وهذا طبعا وضع طبيعي جدا أن تقوم وزارة الداخلية. نعم، ربما متأخر قليلا ولكنه يعني أتى في النهاية. بالضبط، هو لابد أن يكون التنسيق هو مع جهة واحدة ولا يتم مع قيادة متعددة وكيانات متعددة من أجل ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والبؤر الإرهابية. ونحن اليوم شاهدنا هناك عملية إرهابية جبانة في مدينة عدن، ندينها ونقف ضدها والجميع يقف ضدها، بالتالي نطلب من الجميع أن يقف مع الحكومة ومع الأجهزة الأمنية لكي تكون الأجهزة الأمنية تحت مظلة واحدة، تحت مظلة الشرعية، تحت مظلة وزارة الداخلية، لتتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب اليمني وتقوم بإجراءاتها، ولا يكون هناك أجهزة أمنية تقوم بعمل الأمن والاستقرار ولكنها خارج إطار وزارة الداخلية. وهذا ما أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية من خلال القرار الجمهوري الذي أصدره العام الماضي بدمج كافة القوات والتكوينات التي شاركت في عملية التحرير بدمجها في إطار الجيش وكذلك الأمن ووزارة الداخلية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وينضم معنا البرلماني شوقي القاضي عبر الهاتف أيضا من تركيا. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء النور والعافية. أهلا بك أستاذ شوقي، كيف تبعت قرار وزارة وزير الداخلية أو توجيهه للأجهزة الأمنية وطلبه من قوات التحالف التنسيق يعني عبر الوزارة مع أي أجهزة أمنية موجودة على الأرض؟ هذا هو الأصل، وكان نعم. هذا ما ينبغي أن يعمل من أول يوم دخل التحالف فيه إلى يعني ساند التحالف فيه الشرعية. نعم. لأنه في البداية ربما كان هناك مبرر أن رئيس الدولة يعني ربما الدولة قد انهارت ومؤسساتها قد انهارت، وبالتالي كان هناك من يبرر أو ربما شيء من التبرير أن التحالف يتعامل مع دولة قد انهارت أجهزتها وبالتالي حل محل الدولة كلها. لكن بعد أن تحررت أجزاء كبيرة من المحافظات وعادت شرعية وكونت نفسها وبني الجيش الوطني ووجدت مؤسسات ووجدت حكومة ووجدت وزارات، ما الداعي لأن يتعامل بعض مكونات التحالف مباشرة مع الأطر الصغيرة؟ لا. ينبغي الآن أن يؤسس لتعامل كبير. أنا أتمنى من الإخوة في المملكة العربية السعودية وأتمنى من الإخوة في الإمارات العربية المتحدة مشكورين وقد تعاونوا مع اليمنيين أن يتعاملوا الآن مع دولة ينبغي أن تعزز وأن تعزز مؤسساتها
وأن توجد على الأرض. هذا التعامل المباشر إنما يخلق ميليشيات ويخلق تحسس لدى اليمنيين، وبالتالي ليس من مصلحة اليمنيين وليس من مصلحة التحالف. تفضلي. نعم أستاذ شوقي، يعني من خلال قراءتك للأحداث، هل تتوقع أن يقبل التحالف مثل هذا الأمر؟ والله إن كان يريد مصلحة اليمن ويريد مصلحته أيضا، أنا هنا أقولها بالفم المليان، أرجو من الإخوة أو من مكونات التحالف لا يتعاملوا مع اليمنيين على أنهم قد انتهوا وقد ماتوا. اليمن سيتجدد واليمنيون سيستعيدون حيويتهم وسيستعيدون حضورهم، وبالتالي أتمنى أن من الإخوة في التحالف، ليس فقط أتمنى أن يقبلوا، يجب أن يقبلوا، ويجب على المجتمع الدولي الآن أن يتدخل في هذه المسألة لتعزيز وجود الدولة كما تدخل في كثير من الدول. لماذا تترك الدولة في اليمن وتترك الشرعية في اليمن نهبا لميليشيات ولمرتزقة؟ وأيضا هنا نقطة مهمة، وهي أتمنى من الإخوة في التحالف، المملكة العربية السعودية والإمارات، أن لا يتعاملوا تعامل إيران مع اليمنيين. إيران مشكلتها ومصيبتها أنها تتسلل إلى اليمن وإلى غير اليمن عبر ميليشيات وعبر طائفية. أرجو أن لا يكرر الإخوة في التحالف هذا التعامل حتى لا يراهم اليمنيون مثل إيران وأسوأ. نعم. إذن برأيك أستاذ شوقي، الانفلات الأمني الحاصل في عدن، حوادث قتل واغتيالات، يعني هل تعتقد أن الازدواج الأمني هو سبب ذلك؟ ليس هناك ازدواج، هناك تحالف، وبالتحديد الإخوة في الإمارات العربية المتحدة قد أمسكوا بملف عدن والمحافظات الجنوبية، ما عاد هذا سرا. يعني لماذا نريد أن نغطي على عين الشمس؟ الإخوة في الإمارات العربية المتحدة حلوا محل الشرعية في المحافظات الجنوبية، منعوا الرئيس ومنعوا الدولة ومنعوا مؤسساتها، وبالتالي هم المسؤولون اليوم عما يجري سلبا أو إيجابا. هم المسؤولون الآن عن عمليات الاغتيالات، هم المسؤولون الآن عن انهيار الدولة، هم المسؤولون عن انهيار الخدمات، لأنهم حلوا محلها هكذا بوضوح، لا داعي للمواربة. نعم، إذا يعني كل يومين أو كل فترة نسمع بحادثة جديدة أو عملية اغتيال جديدة للأسف، يعني برأيك لما يوجد صمت مجتمعي على ما يحدث؟ لما لا يكون هناك حراك شعبي للمطالبة بتوقف ذلك، للمطالبة لأجهزة الدولة أن تقوم هي بعملها لا أحد غيرها؟ يا أختي يا أستاذة آسيا، المكونات الشعبية في اليمن يعني تمتلك مسؤولية كبيرة وتفكيرا عميق، ودائما يقولون أن العقل جبان. هؤلاء الناس يريدون أن لا يصطدموا بالتحالف، وهو مبرر حقيقي طبعا. الذي أرجوه الآن أن تتكاتف مؤسسات الدولة، الوزراء والبرلمان ومؤسسات الشرعية، وأن يقفوا من التحالف موقفا واضحا، موقفا أخويا لكنه صادق وصريح. يكفي الآن، يكفي ذل، يكفي مجاملة، يكفي مواربة، لأن اليمن سينهار، اليمن الآن ينهار. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ شوقي القاضي البرلماني، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا. وينضم معنا اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. يا أهلا وسهلا. بداية سيادة اللواء، كيف قرأت أو تابعت المذكرات التي أصدرها وزير الداخلية أحمد الميسري، إحداها للأجهزة الأمنية بعدم التعامل إلا مع وزارة الداخلية، والأخرى طلب للتحالف بعد شكره أن يعني يتم التنسيق من خلال وزارة الداخلية للوحدات، لأي أمر عبر الوزارة للوحدات الأمنية الموجودة في المحافظات المحررة؟ في شكلا المذكرتين، يعني هذا ما تطمح له دول التحالف، انه الاخوان في اليمن ممثلين اما في وزاره الداخليه للامور الداخليه او لوزاره الدفاع للامور الاستراتيجيه والتعامل مع التهديدات. هذا ما نتمناه، ولكن يعني دعيني بس اوضح اشياء فنيه بحكم اني رجل عسكري، ويعني اوضح بانه هذه المذكرتين يعني يجب أنها تكون مبنية على خلفية كاملة
أي نعم هو معالي وزير الداخلية الذي يتحدث لا غيره، خطاب واضح وصريح، ولكن في فحوى الخطاب لو حضرتك قريت المذكرتين تجدين أنه مجرد يعني هنالك مذكرة وجهت إلى جهات معنية في عدن أو في المناطق المحررة بالتعامل مع وزارة الداخلية ويا قوات التحالف تعاملوا معنا. أنا أعتقد أن هذه المذكرة هي لم تأتي بشيء جديد، لأنه هذا ما يحدث في اليمن وهذا ما يحدث في عدن. أين يحدث ذلك سيادة اللواء؟ يعني اسمح لي يعني أود أن أستغل وجودك معي كاملا، لا يوجد لدي الكثير من الوقت، لكن يعني الأمر واضح تماما، الحزام الأمني لا يتبع وزارة الداخلية، يتبع الإمارات، قوات النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية تتبع الإمارات، لا شأن لها بوزارة الداخلية، فأين هذا الذي يحدث؟ لما سيطلبه وهو يحدث أصلا؟ سيدتي الفاضلة، يعني أرجو أنك تسمعيني إلى خلص ثم أسمع مداخلتك. نعم. أنا متابع من 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 بدأ وأتفهم يعني ردة فعلك، لكن دعيني أوضح شيء بسيط، بأنه عندما تصدر مذكرات كتلك المذكرتين هي مجرد ما قرأته أنا، وأنا كمسؤول أو كضابط عسكري لدي خلفية أقرأ بأن هذه مجرد مذكرة لا تشير إلى إجراءات سابقة حصلت، لا تشير إلى اتفاقيات حاصلة، لا تشير إلى يعني خلينا نقول اجتماعات سابقة وتنسيقية مع التحالف وإلى آخره. لذلك أنا ما أرى من المذكرة هي مجرد مذكرة يعني لا يراد بها أمر آخر ولا يراد بها هذا ما أقرأ ما بين السطور. نعم، ما الذي يراد منها؟ لحظة، ما يراد عفوا ما يراد من هذه المذكرة هي ليست في واقعها الذي يراد به أنه فعلا قوات الداخلية في اليمن جاهزة لأخذ زمام المبادرة والبدء بالعمليات الأمنية داخليا. نعم. وأعتذر أنه يعني نسيتيني أني أعزي ما حصل اليوم من انفجار وأقول عظم الله أجركم أحسن الله عزاكم وإن الله وإن اللي راجعين في هذه العملية الإرهابية التي لا أود أنه يعني أنها كانت تحصل يعني. نعم. ولكن نرجع لموضوع المذكرتين، المذكرة هي في ظاهرها سهلة، والمذكرة تقول لك والله 1 2 3، لا يا سيدة آسيا، هي ليست هكذا تدار العمليات العسكرية. أنا أكون مسؤول في جهة ميدانية، إذا نظرت إلى هذه المذكرة لن أقبل لها للأمانة، أنا أتكلم معك بكل أمانة وشفافية. نعم. المذكرة تستند إلى لجان ومحاضر ونقاط أمنية ومرجعية رئيسية، توزيع النقاط، توزيع قد تكون سرية ولا تظهر. نعم، إذن يعني هل يمكن أن نقرأ من بين السطور إذا لم يكن ذلك الطلب هو الذي يعني الواضح كما تفضلت، هل يمكن أن نقرأه بأنه رسالة سياسية بأن يعني يترك العمل فعليا لوزارة الداخلية وأن التحالف هو من يتحمل مسؤولية الأمن حاليا في عدن؟ ما فهمت النقطة، عيدي. أقول يعني أن المقصد منها سياسي، أن تحميل التحالف ما يحدث من اختلالات أمنية خاصة في عدن، ليس التحالف أجمع وإنما الإمارات التي تسيطر على جهات عسكرية وتغذي عملها وتتقاطع مع عمل وزارة الداخلية. لا، أنا يمكن ما أؤيد حضرتك في الموضوع ده، لكن أنا أود أنه إذا كانت رسالة سياسية، لأن لا زال الموضوع في يد فخامة الرئيس، فخامة أو معالي رئيس الحكومة، هؤلاء هم يعني من أصحاب القرار في أمور مثل هذه، يعني ليست فقط وزير الداخلية إذا كانت زي ما قلت أمور سياسية، لا، هي تأتي إلى رئيس الحكومة أو رئيس الدولة. أما من ناحية وزير داخلية احترمه وأجله وأعلم أنه بذل جهد، والأخوان في اليمن يعني يبذلون جهودا جبارة لإعادة الأمن، ولكن أنا أتوقع أنه ليست هكذا تدار الإبل يا سعدي، يعني أو تورد الإبل يا سعدي. إذا أنك تبي توصل رسالة سياسية
إلى قوات التحالف ليست هكذا. لذلك أعود إلى مضمون المذكرة. أنا يعني ما أشوف أنه في المذكرة إلا أنه هنالك جاهزية ومستعدين لأخذ زمام المبادرة والبدء، ولكن لا يجب أن تكون ضمن المذكرة وهي عدم التعامل مع قوات التحالف. هو لم يقل بعدم التعامل، وإنما الإشراف يكون يعني أن التعامل يكون عن طريق وزارة الداخلية. يعني كنت أتمنى أن تكون معنا وقتا أطول سيادة اللواء لنتحدث يعني عن على الأقل يعني المبالغ التي تصرف للحزام الأمني، ولهنا وهناك كان يفترض أن تدعم فيها وزارة الداخلية لإحلال الأمن وافتتاح مراكز الشرطة ودعم وتدريب أفراد وزارة الداخلية عوضا عن تشتيت الجهد هنا وهناك. شكرا، ولكن إن شاء الله نستضيفك في حلقة خاصة في هذا الموضوع سيادة اللواء. شكرا جزيلا لك اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.